ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أقام مركز الكويت لمكافحة السرطان بالتعاون مع جمعيات النفع العام وحملة لأجلك سيدتي يوما مفتوحا بمجمع 360 للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. وبدوره أكد الدكتور أحمد العوضي مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان أن الهدف من الحملة هو التوعية الصحية السليمة لدعم وتمكين المصابات بمرض سرطان الثدي وأهمية تعزيز ثقافة الوقاية من المرض والتشجيع على الكشف المبكر. وأضاف العوضي أنه قد تم توزيع المطبوعات التوعوية على الزائرين لتعريفهم بأماكن عيادات الفحص وتواجد أعضاء البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي. سنويا تقوم منظمة الصحة العالمية باختيار شهر أكتوبر للتوعية بمرض سرطان الثدي. كما هو معلوم لدى الجميع أن أكثر أنواع السرطان انتشارا لدى النساء على مستوى العالم هو سرطان الثدي، وكذلك في دولة الكويت فهو الأكثر انتشارا بين أنواع السرطانات لدى النساء. من هذا المنطلق يقوم مركز الكويت لمكافحة السرطان بالتعاون مع شركة زين وجمعيات النفع العام ومنها جمعية سدرة بإقامة أيام توعوية على مدار هذا الشهر، ومنها ثلاثة أيام في مجمع 360 للتوعية بهذا المرض.